قبل ما يبتدي الفيديو بدي اذكركم بالضغط على سبسكرايب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، ويا ريت نوصل هذا الفيديو ل 40,000 لايك. وهلا بقول لكم مشاهدة ممتعة. واخيرا بلشت السنة الجديدة. بس تركيا شو قد بعيدة؟ الو خدوش، يلا نزلين المدرسة، بس عندك صار لي ساعة بعدين. لك انا شو بده طالعني عندك لفوق؟ المدير بده يعني؟ يلا جايكي سلام. شو بدنا نروح نوصل هدايا هلا؟ انا بعرف شلون. لو قيتل السيارة لك السيارة، لك والله أنا صفيت هون السيارة. خدول شايفيتي البني شفتي لي يا شيخ؟ وأنا شو بعرفني؟ أنا خزانتك ما فتحت لي، شو دوي عليني؟ يعني معقول جاكيتي اختفي من كل الخزانة؟ وين بده يروح يعني؟ بيرجع بلي وين راح؟ لحظة، هذا المجنون اللي معدي مجودة؟ ايه هذا هو، تعالوا بلشنا شغل المجانين. لانه تدعى مجودة ايش عم بصير معك بالله؟ نعم. شو بدكم؟ بدي اروح عم تزور بابا نويل، بده يجي يجيب لي معه هدايا. نعم. عم قلك بابا نويل جاي. لك انت غبي شي مجنون، انت مصدق هالحكي؟ ماشي بتشوف شلون راح يجي، انا متاكد. بالله انا بدي اعرف، انت هي الثقه كلياتها منين جايبها؟ وكانه بابا نويل متصل عليه وقال له انا جايك اليوم. لا هاد تعالوا نظامي، وروح ادخل لجوا، هدول عم يضحكوا عليك. لا انا متاكد رح يجي، رح استناه بالصالون. لك هاد مين ضحكان عليه هيك؟ اوعك تعملي مثله خدود، اوعك. انا بدي اعمل مثله؟ مجنون انا؟ مستحيل اعمل مثله، لا مستحيل. قال ما رح يجي، قال ما رح يجي، نعم شو بتعرفيني يا زلمه. لك 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 لك، شو بك انت الثاني؟ ليش عم تحكي مع حالك؟ بدي استناه لبابا نويل يجي اليوم يجيب لي معه هدايا، والله تاخر كثير لانه. ولك انت لسه عم تصدق هي القصص؟ يا سيدي اليوم بتشوف شلون ما راح يجي، لو بده يجي كان اجى من زمان. لا انا متاكد امي، انت ما تاكلي هم، ثانك يو فيري ماتش. قالوا ليش انا ما بدنا بده يجي. بابا لوين؟ بابا لوين؟ بابا بس يو بابا نويل ما اجى لساع. شو بك انت كمان؟ محبولة شي، تضامنا مع مجودة، وكمان إذا أجا بابا نويل بدي أطلب لي شي هدية مثل عالم الخلق، حاشك لما نطلب شغلة منك تحسسينا شحيدين بالبيت. كنا بواحد صرنا باثنين، الله سبت علينا العقل والدين بس. اوعك امي، اوعك تفكري انه انا متضامن معهم. لك ايش عم تعمل؟ ايش عم تعمل؟ يعني اخواتي ولازم اكون جنبهم بهيك محنه يعني، وتحسبا اذا اجى بابا نويل، بلكي بنطلب لنا شي هدية منه. بابا نويل، بابا نويل عليك العوض ومنك العوض، عليك العوض ومنك العوض، طعقلهم طقوا الفيوزات. روح، الله يفتح ابوكك يا بابا نويل وما تتاخر. ما في حدا منوم. ولك يا مهابين انت وياه، يعني واحد اطلع عليه من البرندة وواحد اطلع عليه من الشباك، يعني فرضا بابا نويل بده يجي طيران، يعني قلب باتمان ولا سوبرمان مثلا؟ لا بده يجي، ريحي حالك انت ينكرش. بتكون الصراحة انا مني وعلي فقدت الامل، يعني ما بظن يجي. ولك والله تاخر كثير، لازم من يومين كان لازم يجي. معقول يكون تأخر لأنه عم بوزع هدايا على غير ناس، يعني ما لحق. صح أكيد هيك، أكيد هيك، يمكن أكيد. ولك أنا عم بضحك عليك يا غبي. مين صفار؟ بابا نويل اجا. هلو
سيدي بابا نويل. حجي بابا نويل عندنا بالبيت يا ميت. اهلا وسهلا. هلا من الاخير وبدون لف دوران بابا نويل كل واحد بحق له امنيه وهديه وحده، مزبوط ولا لا؟ عشان نعرف صح. وكل واحد له امنيه وحده رح حاله اياها. اي خلصنا بلش بقى. لا صحي انقل ويلاه ماله هون مسكينه والله بيستدرها رح يطعقلك. ليك انا اول شيء كان بدي هديه بعدين غيرت رايي، اعطيني انت مصاري وانا بشتري لحالي. طالما بدك مصاري رح نعطيك مصاري. تفضل مجودي فرجيني اشوف مصاري حقيقيه اللي عم تلعب انت. اعطاني 200 دولار. خلص طبعا صار دوري بابا نويل. ليك انا بدي ساعه وساعه تكون ثقيله، يعني اذا فكرت ابيعها تجيب لي من 2000 ل 2500 ليره ضروري كمان تكرمين. وهي احلى ساعه داخل دوج. تفضل لك. ايه والله معذب لي حالك. هلا حسب العلبه مبينه شيء ثقيل. لك هي ذهب ذهب. انتو ما حدا بيتصل ما حدا بيحكي. مين هاد؟ بابا نويل. انزه 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 بابا نويل. طالع ركز معي، انا بدي سياره لانه كل ما بطلب مفتاح السياره منهم ما بيعطوني اياه، فبدنا نغلبك معنا يعني. اكيد. وهي احلى سياره لا عباده سوق. شو هذا الله يعني عن جد تحكي بابا نويل؟ الله اكبر. دخلنا مفتاح سياره تختار مزبوط. خلصتوا بقى تركوريا. ليك انا بدي اكمل لحالي. عرفت تفضل هي هديتك وكبيره كمان. لا بالله معذب حالك ومكبر لي اياها كمان. انت جايب لي اياها ترى شو لا 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 طعم بخسرات. جايب لي داخليات والله ما بتقصر. بتصدقوا بلاش تحبوا لبابا نويل؟ والله كان لازم طعمين وجايب لك اياهم ملونات كمان. انت من وين؟ انا بدي بوكسرات عندي وزياده. تعال شوف خذهم بوكسراتك لعندك. اعطيني سياره مثله وبايش احسن مني. لا امنيتك اتحققت وكل شخص بيطلع له هديه وحده بس. ايوه منصر الله لعندي. ليك عيني انا لا بدي هدايا ولا بدي بطيخ بسمير. مي بقى انك شاطر شمر لي عن ايديك وبلش لي الفط البيت كلياته، تمسيح سجاد، غسيل برادي، تنظيف للصالون، بدي الحمامات عبير معه متر وشك فهمان. امي بدها تشغل بابا نويل لفايه عندها. ما تم ناقص غير تسنين ورا بالبابوش كمان. لا دمك ظريف كتير بس بما انه هديتك مو عندي فمعناها انت اخذتي فرصتك خاصي. لا انا بدي هديه. وين رايح بالعطار انت فهمان؟ بما انه خلصت توزيع هدايا انا صار لازم اروح اوزع هدايا لغير ناس. سنه سعيده يا اولاد. عم بستناك سنه الجاي بابا نويل. والله ما في منه هالحجي. ولك حرف تقولي عليه حجي. صيحي له مسيو بابا نويل. ابو عبدة بدك تخليه يهرب. على جستي ما بخليه يروح. لا والله الحالي لك نجيبه. جايكي. واخيرا خلصنا من اول بيت. نروح نكمل توزيع الهدايا. وين راح حدا بابا نويل حقيش؟ وين راح؟ لك ابو عبيده هاي مو سيارتك. لك ايه والله سرق لي السياره بده يهرب بالهدايا. حقيني ابو عبيده حقيني. الله يخرب بيت هالعيله. لك انا ما بدي اخلص منكم الهدايا اللي اعطيتكم اياها. ايش بكم مني لسه؟ الحقوني الحقوني انا رايح لعند ماما نويل. عندك بابا نويل. كريسماس سعيد. لا تخليه يهرب ابو عبيده. لا تخليه يهرب. طايل طايله. بس انا اعرف شلون اوقفه. مو اذا بتكون بابا نويل انا ام عوادة كمان. يا لطيف شو هاد عندك؟ وين رايح؟ مو قلت لك رح اجيبك. وين هديتي ولك؟ اوعى تركي ام عوادة. اوعى تركي لو بتجيبي منه هدايا. خليكي معي هون اخذك معي عند بابا نويل. ها شغل السيارة. ابو عبادة ابو عبادة عم يخطف لي هذا. ابو عبادة لحقوني. ابو عبادة ابو عبادة ابو عبادة. لا لا ليش لا؟ بابا نويل اخذها. لا ترجع لي اياها يا ست الجاي. خلصني منها. انا اروح بقى اتجوز انا ام تحسين. واخيرا